كابتن شريف ألف مبروك. مبروك. مباراة كبيرة قوي يا كابتن أيمن. صحيح. هي لآخر لحظة احنا مش عارفين مين فيها اللي هيكسب ومين اللي هيقدر يعود للمباراة تاني. بطل المباراة الشناوي. عملاق النهارده الشناوي. وبالنسبة لي حمدي فتحي كمان أول هاف تايم شايل كورتين في خط الستة. جونين 100 100. يقتسم النجومية النهاردة كل الفرق الحقيقة لعبت بالروح. روح عالية جدا شخصية النادي. روح كبيرة. بعد ال 90 دقيقة شفنا أهلي واقف على حيله. أهلي عنده روح مصمم على الفوز. يعني شفنا مهما كانت الأحداث بتحصل والتعب والإرهاق شفنا نقل كرة سليم على طول. الفكر موجود، التركيز موجود، وشفنا بقى لا يصح إلا الصحيح. لما بتنزل بقى باللعيبة اللي احنا قلنا عليها من أول المباراة كانت الدنيا اتغيرت تماما يعني. ولكن احنا مش عارفين ايه الظروف. طبعا الجهاز الفني بيبقى هو اللي اعلم بحاله اللعيبه كلها. صحيح. ممكن يكون حسين الشحات ما يقدرش يعمل غير الدور ده النهارده. ممكن يكون كهربا هو الشويتين دول اللي احنا كنا بنطالبهم يكونوا في الاول، هم دول الشويه اللي يمكن يكون الفرقه اللي قدامه حصل لها ارهاق جامد على اداء كهربا يقدر يجيب جول، يقدر يجيب ضربه جزاء، وان كان ليه ضربه جزاء ثانيه كمان. حسين الشحات ليه ضربه جزاء ثانيه. صح. ولكن دي مباراه احنا الحقيقه واحنا بنتفرج عليها مش عارفين مين فينا اللي هيتوج. انت طبعا كل قلبك وروحك بتتمنى ان النادي الاهلي هو اللي، ولكن فريق كبير قوي انت كنت بتلعبه النهارده. اخدت البطوله من فريق كبير بجد، لعيبه كويسين جدا. قلت لك قبل المباراه التوفيق، التوفيق علامه النهارده الفوز بكاس 13. الف مبروك النادي الاهلي، الف مبروك اللعيبه، تيجوا بالسلامة إن شاء الله. وقدامكم مشوار كبير جدا، مطلوب منكم الدوري ومطلوب منكم أفريقيا بإذن الله.